محمد نور، نجم الاتحاد والورقة التي صنعت الكثير من النجاح والتميز في مشاوير العميد مع البطولة الآسيوية. محمد نور كلما تقدم في السن ازداد تألقا ولمعانا وبريقا، بل يثبت في كل مرة أنه لاعب رقم واحد الذي يحقق حضورا مختلفا كلما تكالبت الظروف عليه وعلى فريقه. فهد الغامدي في هذه اللمسات عن محمد نور. ماذا عساي أن أنطق؟ وهل لحروفي أن تفي بما يختلج في صدري؟ لن أتحدث طويلا، فنجمنا اليوم ليس بحاجة لفلسفتي، هامة لا يحتاج تهويلا ولا ينتظر تطبيلا، فكفى به نجما فذا وقائدا معطاء ولاعبا وفيا. محمد نور صاحب أجمل الدروس وأرقى المواقف وأنبل المشاعر، رغم ظروفه وأسقامه، رغم أحزانه وآلامه، نجده دائما وأبدا مع معشوقه في الأفراح والأتراح، نجده صامدا وفيا يقدم جل ما لديه في خدمة الكيان الأصفر. اليوم بهذا الوفاء لهذا الرجل الذي يحمل الرقم 18، الأسطورة محمد نور في هذا العزم له وعد من الجماهير سنشاهده في ملعب المباراة. سطر البارحة وفاءه داخل المستطيل الأخضر، وعبر عن قصة عشق لا تنتهي مع العميد الاتحادي. كيف لا وهو القلب النابض لكتيبة النمور، والعشق الأزلي لهذه الجماهير الوفية التي دائما ما تتغنى به وترقص طربا وعشقا للقائد الفذ. اختلفنا مين يحب الثاني أكثر، مين يحب الثاني أكثر، واتفقنا واتفقنا إنك أكثر، إنك أكثر وأنا أكثر من عدد رمل الصحاري، من المطر أكثر وأكثر من عدد رمل الصحاري. محمد نور أكمل البارحة مسلسل التفاني والعطاء، وقدم درسا سيظل خالدا في ذاكرة الوفاء، وموقف جديد يرصع بأحرف من ذهب تماما كما هي مسيرة أبو نوران. فهنيئا لهذه الجماهير معشوقها، وهنيئا لمحمد نور عشق جماهير النمور. هنني يلي جميعي لك هنا، حطني حطني باخر مداي. استحق محمد نور كل هذا، واستحق أن يكون اللاعب الذي يرسم دوما حضوره، ويستحق الاحتفاء في كل وقت لأنه يقدم عملا مختلفا مع زملائه. ليلة البارحة على الرغم من كل الظروف التي أحاطت به قبل، محمد نور كان حاضرا في الموعد. هم اللاعبين الكبار، اللاعبين العباقرة يخرجون عندما يعني في لحظات الضغوط اللي عليهم. لذلك اللاعب محمد نور أنا أعتبره، خلينا نسميه تعويذة الاتحاد، يعني هو روح الاتحاد، نموذج للتضحية وقدوة اللي قاعد يقدم. يعني تخيل أنت اللاعبين الصغار هذولي يستقبلهم لاعب بتضحيته وبروح محمد نور، لاعب يعني أنا حتى في مسيرته أنت تلاحظ يعني جميع غثاء الانتقادات السلبية لها ذهبت وبقي محمد نور. يعني جميع علاقته دائما علاقته، أنت لاحظتها حتى في مقابلاته مع جمهوره مع ناديه،
لاعب حقيقه انا علاقه يمكن ما تتكرر كثير بين كثير من ابدا. هو دائما حتى في كلمته صريحه لا يفكر لا في اعلام لا يفكر في اعضاء شرف، ما يفكر الا في شعار النادي واللاعبين. لذلك طبيعي جدا انه يوجد المجموعه هذه اللي حوالينا اذا هو صار هو الكابتن وهو القدوه وهو يقدم الان حاليا دروس عمليه لجميع اللاعبين. بالمناسبه هو سجل ليله البارحه وبالتالي 19 هدف لديه في دوري ابطال اسيا في تاريخ، هذه الاحصائيه اللي اعتقد امس كنا قد اطلعنا عليها، وبالتالي هذا نموذج مختلف لواحد من الاسماء المميزه. نذهب الى فاصل، بعده نعود لمواصله الحديث مع الفرق السعوديه ايضا وجوانب عديده تخصها، ثم نذهب للانتخابات. بعد فاصل سنكون معكم في الجزء الثاني من برنامج الملعب، كونوا معنا.